السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل على أحلى متابعين، معاكم أشرف عبد العزيز. فيديو النهاردة هنتعرف على طريقة تشغيل خاصية الـ AirPlay الخاصة بأجهزة أبل على تلفزيون سامسونج، واللي من خلالها تقدر تشوف أي فيديو من الآيفون أو من الآيباد على التلفزيون. والخطوات بسيطة جدا وتصلح لكل تلفزيونات سامسونج، سواء الموديلات 2022 أو الموديلات القديمة. أول حاجة هنعملها نضغط على زرار الـ 1 2 3 من الريموت كنترول، هتظهر عندك قائمة الإعدادات. ولو ظهرت القائمة دي بس بنضغط على زرار الرفع الأعلى عشان تظهر قائمة الإعدادات، وبعدين هنختار Option All Setting أو كل الإعدادات. هتظهر قائمة هنختار منها الكونكشن أو الاتصال. وبعدين هنروح على الـ AirPlay Setting أو إعدادات الـ AirPlay، ومن هنا نخلي Option الـ AirPlay On. والخطوة اللي بعد كده هنختار الـ Required Code، ومن هنا في 3 اختيارات، وهم أول مرة فقط أو كل مرة أو ممكن كمان تخصص باسورد. بس طبعا لو هتختار كل مرة هتحتاج تعمل الخطوات دي كل مرة، ومن الأفضل إنك تخليها أول مرة فقط ومش هيكون فيها مشكلة، ده في حالة إنك هتشغله على تلفزيونك الشخصي. بعد كده هنروح للقائمة السابقة ونتأكد إن التلفزيون والموبايل على نفس شبكة الواي فاي، ودي خطوة مهمة جدا لأن لو الجهازين على شبكة مختلفة مش هتقدر تشغل الخاصية دي. بعد كده هتختار الفيديو اللي حابب تشغله، وهتضغط على الفيديو هتلاقي فيها مربع كده ناحية اليمين، هنضغط عليه وهيظهر موديل التلفزيون. وطبعا في البيت مش هيكون فيه أجهزة كتير وسهل جدا تلاقي موديل جهازك. وبعد ما اخترت موديل التلفزيون هيظهر عندك كود على الشاشة، هنحط الكود في الخانة دي وبعدين اوكي. وبكده يكون تم تشغيل خاصية الـ AirPlay، والموضوع بيكون بسيط جدا، وممكن كمان تتحكم في مستوى الصوت او تشغيل فيديوهات تانية من الموبايل. ودي كانت حلقة النهاردة، اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم ومحتاجين دعمكم. لايك واشتراك وكمان شير، وانتظرونا بفيديوهات جديدة، واشوفكم على ألف خير. سلام.